تكون كزبرة، بهارات كبسة، في بهارات بيقولوا لها البهارات السبعة. شو هذا؟ برنامج سكبة حرية رح نطبخ طبخات سورية طيبة ولذيذة واقتصادية. السلام عليكم، باي باي. مطبخ ألفة من المشاريع الإنسانية الرائدة بمدينة غازي عنتاب التركية. رح يكون معنا خلال البرنامج مشرفة على المطبخ سيدة شكران. مرحبا شكران، أهلا فيكم. هو مشروع ألفة، نحن عم نحاول إنه نرعى أسر شهداء أو أيتام، وهالشي هذا عم بحطنا بمواقف إنه هالسيدات هذول اللي عم نكفلهم ما عندهم مهنة أو ما عندهم شهادة تحميهم. فنحن اقترحنا إنه إيش رأيكم نعملكم مطبخ وتتعلموا فيه أكلات طيبة وتبيعوها بشكل إنه يكون الطلب مسبق، معناته الأكل جديد وطازة، ما في تحضيرات مسبقة أبداً. مطبخ ألفا ضمن دار ألفا. أيوة. لسيدات العائلات الشهداء. السيدات اللي بيطبخوا بالمطبخ هن نفسهم موجودات في الدار. هن نفسهم موجودات، ونحن في عنا قسم من السيدات ما بالدار ساكنين لحالهم، لكن بنطلبهم لما بيكون في عنا شغل في المطبخ. نحن اليوم ببرنامجنا رح نطبخ بطاطا بالكزبرة، ورح تكون معنا سعاد. أيوة. هي سعاد يعني مرتبة كثير بهالشغل هذا، تقطيعها حلو، قلية بتعطي درجة حرارة القلية بتكون كثير كثير مضبوطة. مثلا سلق الدجاج ما بده يكون ناشف ولا بده يكون مو مستوي، ولا بهارات بده تكون لذيذة ما تأثر على لون الدجاجة وقت بدها تنسلق. في شغلات كثيرة بتهتم فيها هي وبيطلع معها ناتج حلو. إذا خلينا نقوم نساعد على سعاد. يلا تفضلي. مرحبا يا سعاد. سلامات سعاد. سعاد، نحن عم نعمل اليوم بطاطا بالكزبرة، وهي من الأكلات اللي كتير اقتصادية ومفيدة. بس لو تخبرينا أول شيء عن المقادير اللي استعملتيها للطبخة. عنا 4 كيلو بطاطا، و4 رؤوس ثوم، كل كيلو بنحط رأس ثوم. تمام. عنا بقدونس أخضر. هون بقدونس بالعادة ما بنستعمل بقدونس. أي كزبرة خضراء، بس هون بالذات بنعتمد في الكزبرة. قديش كمية الدجاج اللي استعملناها؟ هلا فخدة الدجاج بتكفي لشخص واحد، فكل شخص له قطعة دجاج. البطاطا بتتبل بس بالملح، لأنه الكزبرة والفليفلة لو تتبلت قبل القلي بتروح طعمته. هلا هون خلصنا الثوم، نبقشر نقل البطاطا. طبعا هون عشان الزيت ما يحترق. سعاد، انت عم تطبخي هون بيخطر على بالك كيف كنتي في سوريا؟ احساسك بيختلف بالطبخ غير هون سوريا؟ طبعا هون بيختلف على هون، كيف هيك عائلتي واهلي وقرايبي وكل يعني الطبخ اكيد بيختلف عن هون. بطبخ بس ضمن شغل يعني. هلا بالعاده البطاطا والكزبرة بنعمل معها طبولة او لبن وخيار؟ لبن وخياري. فخلينا نبلش الشغل باللبن وخيار. بلش كزبرة. الكزبرة والفليفلة هي من التوابل اللي بنحط البطاطا مع الثوم. شكرا. انكم متعاقدين مع منظمات او مؤسسات شهريه تقدمون الوجبات؟ مع الاسف لا، بس كان في ميديا سيريا، كان لما بصير عندهم تجمع كان بياخذوا وجباتهم من عندنا. هذا نحن بنعمل الوجبه هي صغيره بس مشان هي الاكله ممكن تكون بالفرجوج وممكن تكون بدونه. هاي الأكلة ممكن تكون بطاطا مع الثوم والكزبرة وبس، وممكن إذا بدك تضيفي لها فروج كمان تطلع تتقبل يعني. لحم الدجاج طيب معه، لكن ما ممكن نحطها للحم. لكن لحمة الخروف لا، ما هي مقبولة معنا. هي أكل الدجاج هي إذا، أو بطاطا مقلية مع الكزبرة. إذا هلا وصلنا للمرحلة الأخيرة، بدنا نحطها بالفرن. درجة حرارة الفرن قديش لازم تكون؟ بدها تكون عالية، يعني 150 درجة، وما كثير، 5 دقائق بس، مشان شوي تنشف الدجاجة شوي.
يعني ما بس تكون ناشفة كتير كمان تصير مي مقبولة؟ هلا هي بالفرن مشان تزبط من فوق ولا لازم كلها كلها تسخن؟ تسخن كلها للتقديم، يعني هي أكلة سخنة وبتصير باردة إذا ما قلها دجاج، إذا قلها دجاج لازم تكون سخنة. شكرا، خلينا نطلع برا شوي بس ناخذ نفس بين ما تستوي البطاطا. يلا تفضل. سعاد اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه ببرنامجنا. اهلا وسهلا بضيفتي. خليني اقدم. سعاد انا حسب ما بعرف وحسب ما حكيت شكرا بين رحلتك بين حلب وعنتاب ما كانت ابدا سهله، فبين ما يستوي البطاطا فخبرينا شو صار معك. كنت ساكنه في صلاح الدين. صار اشتباكات ماكن وصار فصل. نزحنا للصافور، طبعاً بعد شهرين من نزحنا للصافور كان جوزي يروح يطمن على البيت، قلت له خد الصغير حلق له بطريقة وهو رايح، طبعاً قصف الطيارة وطب البرميل فوق السيارة، استشهد جوزي وابني. ضليت 4 أشهر باكل لحالي أنا وولادي، أشتغل على الفرن أجيب خبز وأبيعه، وأنا بجيب الخبز من ضربة إجري دخلت فيها شظية. هون قررت أني أطلع على تركيا، طلعت نزحت 15 نهار بالمخيمات، بجي 500 عائلة بقلب خيمة ما تحملت، رجعت نزلت على بيتي كمان بعد 15 نهار كمان طلعت جيراني، طبعا ما ضل حدا بالشوارع، ما ضل عائلات، جيراني طالعوني ساعدوني قالوا لي موصلك على عنتاب. طبعا هون انا نمت، صرت انام بالحدايق ادق على بيوت سوريين يمين بس ينيمني ليلة عندهم. نمت 15 نهار بالحديقة. كنت تاكل كنت تشربي شو طبعا مصروف قلت لك ما معي، ناكل من بقايا الكبول العالم ناكله، ألم لهم أشفي حوالي الحاوية أطعميهم إياه. بعدين دقيت على جماعة سوريين ما بعرفون لا بيعرفوني، قالوا لي يعني العائلة قالوا لي في جمعية منعرفها أمشي عليها، أخذوني عليها. خبروا المدام ديما، المدام ديما أجت شافتني جابتني لهون أنا وولادي وبركت هوني. هون كنت حامل تقريبا شهرين 3 أشهر هيك. انت هي الرحلة كلياتها كنت حامل؟ كنت حامل وطبعا. كنت عارفانة ان انت حامل؟ لا انا ما عرفت لل 8 أشهر انا حامل. 8 أشهر ما حسيتي ما رجع دكتور؟ نهائي لا دكتور لا شي، وين ده لقي دكاترة وانا بالشوارع وانا معذبة وانا مش عارفة. لما وصلتي هون على دار ارثى؟ على دار ارثى ادوبي بس اني بدي ارتاح، يعني تخيلي اول نهار لا اكلت لا شربت بس بدي انا حسيت بأمان. سعاد أول ما أجت نقول لها إيش بتطبخي؟ ما بعرف بطبخ. إيش بتساوي؟ ما بعرف. وإذا كتير صرت مرتبة بالفعل، كتير مرتبة وكتير منظمة ومثل النمر على أولادها تحميهم، كتير بتتعامل معهم بشكل حلو. أنا عندي إحساس إنه طلعت ريحة البطاطا. يلا كتير منوش كل بطاطا إذا استويت. باقي تقريبا هسا على الغدا، فنحن لازم نخلص خلال نصف ساعة فقط. هلا خلصت السلطة هي؟ تمام. ممكن في حدا بيحب يحط اللفيف بينكم؟ نحن كيف حتى لو نكسره ولا نعمل؟ لا نعمل. ما بنحط اللفيف؟ طبعا بدكم، هلا بنرجع نخلط اللفيف اللي معناتها جواتها. إذا هي خيار وخيار ولبن وتوم. شو نعمل؟ يعني ممكن يخلط كمان النعناع جوات اللبن ما هو مشكلة. هلا البطاطا الفرج اكيد استوت، رح اشيلها من الفرن. هو ضروري تستوي لانه ما صفى كثير وقت. رح يقدم مغرب. انا جعت. يلا هلا بنحط عليها البقدونس للتزيين. ممكن رش وممكن نعمل موديل فيها مثل ما يعني رح نطعمل مخرج ومصور معنا. اي رح نطعميهم لانه قرب صار المغرب وصايمين فلازم ياخذوا وجبتهم. طيب تمام يلا تفضل.
طلعت معجونة بوجع ونجاح من تحت ايدين اروع الامهات السوريات ببرنامج سكة حرية على روزن. استعبونا.